والله مباراة تعادل، كنا جايين على نوايا باش نماركيو باش نروحو بتروا بوان، مي لا غال ما عرفناش نستحفظو على سكور، ما عرفنا كيفاش نروحو بنقطة ثمينة نخدمو عليها وان شاء الله القادمة أفضل ان شاء الله. بالطبيعة توا قربة مباراة مالي وطابو فيها طبيعة باش نمشيو لكوب دو موند، نخدم على روحي ونوري الإمكانيات اللي عندي، ومازلت نجم قادر نوري الإمكانيات شوي بشوي، نخدم على روحنا وان شاء الله ربي يسهل لنا في كل ما هو خير ان شاء الله.